خداني انا والاخ ديالي حنا صغار في سن صغيره جدا واحد المخيم وتيبت كوني يمكن نقول خرجت لبعض المنابر الاعلاميه وكنقول بان هذه المنطقه ما خصهاش يكون فيها زراعه الدله. باش نقول لك بصراحه ما غنتكلمش معك بلغه الخشب. حصينا 1200 فلاح كبير جدا ما كيأديوش 2 سنتيم المتر المكعب. ما كنبغيش نطرق لهذا الموضوع. اشتغال مع الاستاذ عبد الاله بن كيران. ظروف الاشتغال قد اقول اليح واكثر سلاسه من ظروف الاشتغال مع الدكتور سعد الدين العثماني. انا في جبل تيشكا اتلقى خبر مؤسف انذاك هو